الداخلية في مواجهة ظاهرة التحرش؟ التواجد الأمني معاهم في الشارع، حمايتهم في أي تجمعات، القبض على أي حد من الأفراد المحرشين بالسيدات في التجمعات سواء في المظاهرات أو في المسيرات. هل قوات الأمن جاهزة لهذه المواجهة؟ طبعا، أيوه احنا جاهزين من زمان وبننزل على فكرة معاهم. ممكن حضرتك تكلمينا عن التجهيزات للحفاظ على المجني عليهم من التحرش؟ بنبقى متواجدين كافراد امن جوه المسيره او جوه المظاهره وعلى الاطراف، واعتقد ان مفيش حد يعني بيحاول حاجه زي كده الا بتبقى زحمه جامده جدا والافراد ما بتبقاش ملحقه. حضرتك شايفه ان تجمعات كتير جدا من الشباب والسيدات. تمام، في ظل ظاهره التحرش المنتشره غالبا في الاعياد، هل لجهاز الداخليه معالجه لهذه الظاهره في هذه الاوقات؟ والله احنا بنبقى متواجدين معاهم في الشوارع، مش في العيد بنبقى موجودين في الميادين في الشوارع في الجناين. احنا ما اعتقد ان في حاجه زي كده ما حصلتش قبل كده. زي ما الموافقه الجايه زي اللي حصلت النهارده مفاجاه، هل بيلزم لها تصريح؟ لازم اي موافقه طبعا لازم ياخد تصريح من الداخليه في حاجه زي كده، عشان بدينا لازم نامنهم على الاقل، نبقى متابعين اي موقف، نبقى متابعين اي تحركات سواء منهم او اي حد جاي عليهم. اوكي يا فندم، بس عايز اسال حضرتك بس ازاي الضحيه او المجني عليها تقدر تاخد حقها من الجاني؟ يعني هل انها تقدم او توصل لجهاز الشرطه وتبلغ عنه، ولا زي ما بعض الناس بتقول انها خلاص بقى يعني تصر عن نفسها؟ هي اللي ساعدنا ان احنا نعالج حاجه زي كده. اي واحده مجني عليها لو قالت خلاص يبقى انا كده، ما ايه هي اللي استفادت ايه؟ هي لازم تيجي تبلغ عشان احنا نقوم بدورها، ده دور امني. طب ازاي المجتمع يقدر يدي على الظاهره ديت من نفسه بدون اللجوء الى حلول امنيه؟ قيم ومبادئ بقى ودين التربيه. ما اقدرش اقول مش هنمشي على كل واحد. الحل الافضل للمتحرش ايه؟ يعني زي توعيه، هم عايزين توعيه دينيه، مش العقاب المطلق يعني. ايوه، ما هو ده عقاب، انت لو قبضت عليه خلاص قبضت عليه وهيتعامل ويتبرر خلاص. انا بتكلم عن الناس الثانيه اللي المفروض في توعيه دينيه، توعيه من الاهل من الاصحاب من دور الجامع والكنيسه، كل حاجه، كل اي نوع من انواع التوعيه. هم شباب ومحتاجين حاجه، شباب او رجاله كمان على فكره محتاجين توعيه.